الخامسة من التلفزيون المصري، أهلا بكم. نشرة إخبارية ونبدأها بالعناوين. شرم الشيخ تنهي استعدادات استقبال ضيوف كوب 27 مع توالي وصول الوفود المشاركة في المؤتمر. وزير التموين يؤكد أن الدولة وضعت منظومة للأرز لمواجهة الاحتكار وضمان توفره بأسعار عادلة. الهيئة الوطنية للإعلام، تغطية حصرية لمؤتمر المناخ كوب 27 المقرر إقامته بمدينة شرم الشيخ، تغطية 7 قاعات بمركز المؤتمرات الدولي بإجمالي عدد 45 كاميرا، البث بصورة عالية الجودة HD MBEG4 بكل القاعات، بث جميع الجلسات بالقاعات عن طريق ستريمينج، وهذا البث خاص بالأمم المتحدة لجميع الجلسات على الهواء مباشرة، فيسبوك، يوتيوب، تويتر، مؤتمر المناخ كوب 27 في الفترة من 7/11/2022 وحتى 18/11/2022. الأخبار بالتفصيل. أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن أنظار العالم بأسره تتجه إلى مصر بتركيز وباهتمام كبير حين يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي القمة العالمية للمناخ بمدينة شرم الشيخ. كما أكد المتحدث باسم الرئاسة أن مصر على أعتاب استضافة حدث تاريخي يشارك به المجتمع الدولي بمكوناته المختلفة. وأوضح راضي أن هناك نشاطا مكثفا ومتنوعا للرئيس السيسي خلال فترة انعقاد قمة المناخ، حيث من المقرر أن يلقي كلمة افتتاحية ترسم ملامح خارطة الطريق نحو مستقبل أفضل لشعوب العالم، كما يشارك سيادته في عدد من الفعاليات الرئيسية بالقمة. كما أنه من المنتظر أن يعقد الرئيس السيسي عددا من اللقاءات الثنائية مع زعماء وقيادات الدول. هذا ويتولى وصول الوفود الرسمية المشاركة في قمة المناخ التي تستمر فعاليتها حتى 18 من الشهر الجاري. ويواصل مطار شرم الشيخ الدولي استعداداته وتجهيزاته القصوى لاستقبال ضيوف القمة، حيث وصل على مدار الأيام الماضية مقدمة وفود الدول المشاركة لعرض مشروعاتها البيئية المتخصصة التي سيتم عرضها على هامش انعقاد جلسات القمة، وسط تسهيلات كبيرة لكل المعدات والتجهيزات الخاصة بالوفود العربية والأجنبية المشاركة. هذا وقد أكدت مصر أنها تعزز من جهود التصدي للتغير المناخي وتحقيق استدامة الطاقة في ظل تصاعد وتيرة التحديات المناخية وتهديدها للوضع البيئي العالمي وتأثيرها على جدوى خطط التنمية. وأشار مجلس الوزراء إلى أن الدولة المصرية وضعت خارطة طريق تمضي من خلالها في مسارات متوازية بالتعامل مع تلك التحديات. وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي للمجلس تقريرا يركز على جهود التوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة. رفع أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. الآن نستأنف تقديم نشرة الأخبار من التلفزيون المصري. وفيما يتعلق بملف قمة كوب 27، التمويل يعد إحدى الأدوات الضرورية لمواجهة تغير المناخ ومساعدة المجتمعات الأكثر تضررا منه. ويخصص مؤتمر المناخ في شرم الشيخ المائدة المستديرة التمويل المبتكر للمناخ والتنمية لبحث سبل الانتقال بالتمويل اللازم من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ. We'll be right back.
السادة، ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من مدينة شرم الشيخ مراسل أخبار مصر كريم كمال. كريم، إلى أي مدى لمست جاهزية المدينة لاستقبال القمة غدا، وماذا عن آخر الوفود الرسمية التي وصلت لديك؟ نعم زميلي أشرف، بعد التحية، يعني بالفعل مدينة شرم الشيخ أنهت كافة استعداداتها لاستقبال هذا المحفل الدولي العام حول مؤتمر تغير المناخ COP27. بالفعل مدينة شرم الشيخ تزينت منذ ما يقرب من شهر ونصف بكافة الاستعدادات لهذا المحفل الدولي، بداية من مطار شرم الشيخ والذي أصبح أول مطار في مصر يعمل بالطاقة النظيفة أو الطاقة المتجددة، هذا بالإضافة إلى إعادة تطوير ورصف الشوارع وزيادة المساحات الخضراء. نتحدث أيضا عن هناك أيضا منظومة النقل الذكي والتي قامت وزارة النقل بالدفع بما يقرب من 200 اتوبيس يعمل بالطاقة المتجددة والغاز الطبيعي، هذا بالإضافة إلى السيارات التي سوف تقوم بنقل الوفود الرسمية من مطار شرم الشيخ إلى أماكن إقامتهم وأيضا من أماكن إقامتهم إلى قاعة المؤتمرات. لكن إذا تحدثنا عن قاعة المؤتمرات والتي أنهت كافة هذه الاستعدادات لاستقبال هذا المحفل الدولي، بداية من الغد الجلسة التحضيرية الأولى التابعة للسكرتارية العامة للأمم المتحدة. بالفعل هناك تم تقسيم هذه الجلسات على منطقتين، المنطقة الأولى هي المنطقة الزرقاء والتي تتبع الأمم المتحدة والتي ستشهد الجلسات الرئيسية، هذا بالإضافة إلى المنطقة الخضراء وهي التي تتبع الدولة المصرية وتشرف عليها وزارة البيئة المصرية والتي سوف يكون بها عدد من الفعاليات التي سيشارك فيها عدد من الحكومات وأيضا المجتمع المدني. كما ذكرت إليك 35 ألف مشارك في هذا المؤتمر، نتحدث عن 197 دولة ووفود رسمية تشارك في هذا المؤتمر. بالفعل اليوم كانت وصول أول الوفود الرسمية إلى مطار شرم الشيخ، وغدا سوف يتوالى وصول باقي الوفود الرسمية. نتحدث أيضا عن أن 300 جلسة على مدار فعاليات المؤتمر ستناقش التغيرات المناخية والانبعاثات الكربونية من الدول الصناعية الكبرى وما تسبب بأزمات في الدول النامية. أخيرا يا زميلي أشرف، يعني هنا في مدينة شرم الشيخ أيضا تم وضع بروجرام خاص للوفود المشاركة في هذا المؤتمر للتعرف على أهم المناطق وأهم الأماكن السياحية هنا بمدينة شرم الشيخ، ويعتبر هذا الحدث العالمي هو بمثابة ترويج سياحي كبير للدولة المصرية ومدينة شرم الشيخ، وتؤكد قدرة الدولة المصرية على استضافة المؤتمرات والأحداث العالمية من خلال تواجد مثل هذا المؤتمر الكبير، مؤتمر COP27. إذن شكرا جزيلا مراسل أخبار مصر إلى مدينة شرم الشيخ كريم كمال. ومع بدء العد التنازلي لانطلاق قمة COP27، أنهت وزارة الداخلية استعداداتها لتأمين هذا الحدث الضخم من خلال تطبيق خطة أمنية تعتمد على استخدام التكنولوجيا الحديثة وعناصر شرطية ذات جاهزية واحترافية كبيرة. نتابع في هذا التقرير. تتجه أنظار العالم إلى مصر بمناسبة استضافتها قمة التغير المناخي COP27 بحضور ما يقارب من 30 ألف مشارك يمثلون 190 دولة، من بينهم قادة دول ورؤساء حكومات وممثلو منظمات دولية، بما يؤكد ثقة المجتمع الدولي. ولتأمين تلك الفاعلية بما يليق بمكانة مصر الدولية وما تتمتع به من أمن واستقرار، وضعت وزارة الداخلية رؤية واستراتيجية أمنية شاملة تضمن التأمين الكامل لمدينة السلام شرم الشيخ. فمنذ اللحظة الأولى لهبوط الطائرات مطار شرم الشيخ الدولي، تتجسد أمامنا مظاهر الأمن والطمأنينة لتتيقن أنك في مدينة السلام.
منظومة متطورة لتأمين المطار وللفحص والكشف الدقيق والتعرف على الأشخاص مع مراعاة إنهاء الإجراءات في زمن قياسي. يتم تطبيقها بمعرفة رجال شرطة وعناصر للشرطة النسائية متميزة. خطة أمنية ترتكز على أسس علمية وتعتمد على الاستعانة بالتقنيات الحديثة لتأمين مدينة شرم الشيخ من خلال التطوير المعماري والحضاري للارتكازات الأمنية المنتشرة بالمحاور الرئيسية للمدينة وتزويدها بالاحتياجات اللوجستية التي تضمن جاهزية القوات المتمركزة بها لأداء المهام الموكلة إليها، بما يضمن إحكام السيطرة الأمنية ونشر الأكمنة الثابتة وأقوال أمنية متحركة ووحدات للانتشار السريع وانتقاء أفضل العناصر الشرطية المدربة والمؤهلة وعناصر من الشرطة النسائية لتنفيذ المهام التأمينية، مزودة بكافة التجهيزات التي تتيح لها الرصد الأمني وإنفاذ القانون وحماية الشخصيات الهامة والوفود المشاركة، وكذا تأمين المناطق السياحية. تكثيف الخدمات المرورية على كافة المحاور والطرق ونشر سيارات الإغاثة المرورية لمواجهة الأعطال وتحديد خطوط سير بديلة، مع تطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة لتيسير ومراقبة الحركة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية. متابعة دقيقة وشاملة لكافة أنحاء مدينة شرم الشيخ بمنظومة متطورة يتم إدارتها من خلال غرف عمليات مجهزة تعمل من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ووضع سيناريوهات أمنية متعددة للتعامل مع مختلف الأحداث، وبما يكفل سرعة تحرك القوات لتنفيذ المهام والتكليفات المختلفة. الرؤية الأمنية الشاملة لتأمين قمة التغير المناخي يقوم على تنفيذها عناصر مدربة من كافة قطاعات وزارة الداخلية، تتسم بالقوة والاحترافية الكبيرة في التعامل مع كافة المستجدات الأمنية. عناصرها مزودة بآليات ومعدات متطورة وكافة الاحتياجات اللوجستية، حيث انطلقت جهود القطاعات الأمنية وتكاملت نحو البدء في عمليات التأمين لترسيخ الوجه الحضاري للبلاد وما تنعم به من أمن وأمان. وفي إطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ، قامت وزارة النقل والمواصلات بتجهيز أول محطة شحن للأوتوبيسات الكهربائية تعمل بالطاقة النظيفة وبها أكبر غرفة تحكم، وذلك لمتابعة 7 خطوط سير من بداية الرحلة وحتى نهايتها. أول محطة شحن للسيارات بالطاقة الكهربائية تدخل الخدمة بالتزامن مع إطلاق قمة المناخ COP27، حيث تبعت الدولة بنحو 260 أوتوبيسا منها 140 يعملون بالطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى عدد من السيارات الأخرى التابعة لإحدى الشركات الوطنية، لإنشاء منظومة نقل الوفود الرسمية بطريقة ذكية بسيارات صديقة للبيئة بالتعاون مع بين وزارة النقل ووزارة دولة التنمية المحلية. احنا عندنا 260 اتوبيس، منهم 70 اتوبيس لهيئة النقل العام بالقاهرة كهرباء، و100 اتوبيس غاز، و40 اتوبيس كهرباء لهيئة النقل العام باسكندرية. مراقبة خط سير الحافلات من خلال غرفة تحكم تقوم بمراقبة ومتابعة حركة وبداية ونهاية الرحلة، فضلا عن تذليل أي صعوبات تواجه الحافلة أثناء خط السير. ودلوقتي في عربية كود 1090 على خط الفنار، الجهاز بتاع الجي بي اس ما بيشحنش، فكلمنا الاي تي عشان يحلها، وفي مشاكل في بتغربل وإربة المية، وكلمنا الصيانة وهتروح تتحل حالا دلوقتي. أي صعوبات بنحلها يا فندم،
اي صعوبات بنحلها. عندنا مهندسين اي تي وعندنا الصيانه وعندنا كل حاجه. افراد متخصصين موجودين لمراقبه التشغيل، لضبط مستوى التقاطر وضبط مستوى الالتزام بالجداول، عشان نتاكد انه مده الانتظار اللي الراكب واقف في الشارع مستني فيها الباص تكون خدمه اعتماديه وسهله. في النهايه احنا اهم حاجه بنبص عليها هنا هي مستوى الالتزام بجداول التشغيل ومستوى الالتزام بمستويات التقاطر. ليه؟ عشان اهم حاجه في المدينه ان يكون في خدمه نقل اعتماديه متوقعه، يقدر ان اي حد من اي حته في العالم يتعامل معها بسهوله من خلال التكامل مع تطبيقات المحمول المختلفه، سواء تطبيق زي تطبيق خرائط جوجل العالميه، فاحنا دلوقتي عملنا حاجه اسمها تكامل بمنظومه التحديث اللحظي مع خرائط جوجل، بحيث ان الراكب يقدر يشوف لو في اي تاخيرات او لو في اي تغيير في خط السير على سبيل المثال، يقدر ان هو يشوف حاجه زي كده بشكل لحظي، بنقدر نبثها من هنا من غرفه العمليات. بالاضافه للتطبيقات المختلفه، تم التكامل مع اكثر من تطبيق زي التطبيق الرسمي لقمه المناخ، عشان الركاب يبقى عندهم حاجه اسمها منظومه معلومات الركاب اللحظيه اللي يقدر يشوف بيها موعد وصول الاتوبيس، ويقدر يعمل بيها حاجه اسمها تخطيط الرحلات. شاحن اللي بيتم على الشاشه كويس جدا. احنا هنا بنراقب خط زي خط SH4 او خط 4، ده بخط بيتحرك من قاعه المؤتمرات للفنار. احنا هنا عندنا شايفين الخط في اتجاه قاعه المؤتمرات وفي اتجاه الفنار، بنشوف مستوى التقاطر ما بين المركبات، يعني هنا التقاطر 6 دقائق، التقاطر هنا 4 دقائق، التقاطر هنا 4 دقائق، ونقدر ان احنا من خلال الاجهزه اللي راكبه في المركبات لو دوسنا على كود الباص في اي باص هنا على سبيل المثال، بنبقى شايفين اسم السائق اللي بيتحرك عليه دلوقتي، المواعيد بتاعته، كود الرحله، ولو بنقدر نشوف مواعيد الوصول المتوقعه من المحطات المختلفه ستوبس بعد اذنك، فنقدر هنا يا فندم نشوف ان الباص متوقع ان هو يوصل في محطة غزالة على سبيل المثال كمان 3 دقائق 48 ثانية. ده هو العقد اللي ما بين شركة أكتا وما بين وزارة النقل وما بين المواطن والسائح اللي جاي يستخدم الخدمة في قمة المناخ. احنا بنبيع في الآخر التزام بالجدول في خدمة اعتمادية. فالموعد بتاع الوصول المتوقع بتاع الحافلة للمحطة أيا كانت المحطة وأيا كان الخط، ده بيتم احتسابه بشكل تلقائي كل 15 ثانية عشان يتحدث لو لا قدر الله في اي تغييرات او تغييرات على الشبكه او اي مؤثرات خارجيه. على سبيل المثال احنا شايفين هنا مستوى التزاحم العالي جدا ما بين محطه جافي ومحطه هوليدي ومحطه شهد ومحطه السلام، فبنقدر ان احنا نطلع تنبيهات للساده السائقين على الاجهزه اللي موجوده على على متن الحافلات، بتديهم نصايح زي تهدئه السرعه او زياده السرعه ومستوى تاخرهم على الجدول لضبط مستوى الالتزام بالتشغيل. المحطة بتعمل بنوعين من الشحنة، الأولى بشحن مقدار 120 كيلو وات كل ساعة والأخرى 60 كيلو وات، فضلا عن تأهيل وتدريب على أحدث التكنولوجيات الحديثة، هذا ما أكد عليه العاملون بالمحطة. احنا أول حاجة بنعملها قبل ما نبدأ شحن الأتوبيس، بنتأكد إن الأتوبيس فاصل الكهرباء بتاعته، بنسحب المسدس. أول حاجة بنفتح مكان الجن هنا، مكان الشحن البطاريات، نسحب المسدس من الشاحن وبنحطه في مكان في الجن، بيدينا سيجنال ان اللي هو لقط كده كونكتد بالاتوبيس. بنبدا نخش هنا، انا عندي هنا هو بيقول لي ان جن 2 متوصل، فانا بعمل سيلكت عليه، بتاكد من الموضوع، بعمل RFID، بدخل الكارت اليوزر اللي اقدر من غيره بس فقط ان انا اقدر اشتغل. دلوقتي هو بيعمل ديتكت للكارت وبيعمل دلوقتي سيلف تيست، بيحسب نسبة البطارية اللي في الأوتوبيس قد إيه، الوقت اللي الشحن هياخده للكمية اللي محتاجها قد إيه. بس هو حاليا بيعمل مونيتورينج للبطاريات، هو قال لي إن هو بنسبة 41%، هيبدأ حاليا يقول لي هو هيحتاج وقت قد إيه، هيحتاج دلوقتي ساعتين عشان يبدأ يشحن عشان البطارية توصل 100%. بيقول لي هنا الجهد اللي سحبه والامبير اللي سحبه قد ايه. جهود حثيثة من مؤسسات الدولة كافة وبخاصة وزارة النقل والمواصلات لإطلاق حافلات كهربائية تعمل بالطاقة النظيفة لاستقبال ضيوف مصر من جميع أنحاء العالم على أرض المدينة الخضراء شرم الشيخ. في
إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة المستمرة والوقوف على أساليب تطوير أدائها، تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أعمال تطوير أحد المستودعات الرئيسية لإدارة المهندسين العسكريين. تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أعمال التطوير لأحد المستودعات الرئيسية لإدارة المهندسين العسكريين، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة المستمرة والوقوف على أساليب تطوير أداء القوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. وقام القائد العام للقوات المسلحة بجولة تفقدية شاهد خلالها أعمال التطوير التي تمت داخل المستودع وفقا لأحدث النظم التي تواكب التقدم التكنولوجي في مجالات التسليح العالمية. ونقل الفريق أول محمد زكي تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي العالي للوحدات والتشكيلات لتظل القوات المسلحة في أعلى درجات اليقظة والاستعداد لتنفيذ أي مهمة تسند إليها تحت مختلف الظروف. كما أكد على ضرورة الارتقاء بالمستوى العلمي والفكري لأفراد القوات المسلحة ليكونوا على دراية تامة بكل ما يدور حولهم من أحداث على كافة المستويات، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية لحماية حدود الدولة الاستراتيجية وتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم بكفاءة واقتدار. أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصلحي أن الدولة تدخلت لأول مرة ووضعت منظومة للأرز لضمان توفره طوال العام بأسعار عادلة، وخلال تفقده عددا من المشروعات التموينية ومخازن الجملة بمحافظة الجيزة أكد المصلحي أن المخزون الاستراتيجي من السلع آمن. أي سلسلة من السلاسل محتاجة رز تقدم بالطلب للوزارة وإحنا هنديها رز 5% كسر أعلى درجة وهنديها لها ب 14 جنيه عشان تبيعه ب 15 جنيه للمستهلك. وتم التعاقد مع كافة الماركات ومش هقول أساميهم بحيث نوفر لهم الرز الشعير وهيبتدي العمل من اليوم، وتم التعاقد بحيث هيعرضوا الرز ب 14 جنيه و 25 وربع للمستهلك، ونوع معين اللي هو الكامونينو 3% كسر المعالج ده سمحت لهم بناء على التكلفة بتاعتهم انهم هيتباع ب 16 جنيه ونص. اعتمدنا المخازن لهم، وطالما اعتمدنا المخازن لهم يستطيعوا انهم يخزنوا الرز بمنتهى الحرية. انما هل نترك الامور كل من هب ودب يتعامل مع الرز وكل من ليس له اي شغلانة الا معاه قرشين يخزن شوية الرز عشان يجي على اخر السنة يبيعهم اضعاف اضعاف ما هو تم تسعيره؟ اعتقد المجتمع كله لا يرضى بذلك. والحمد لله في اكثر من 50 مخبز تم في على مستوى الجيزة في اشتراك في هذه المنظومة. من هنا بدأت الجولة التي بدأها وزير التموين بالجيزة للاطمئنان على توافر الدقيق الحر الموفر للمخابز السياحية ب10,000 جنيه للطن. تصريحات الوزير أكدت الاستمرار في صرفه حتى نهاية ديسمبر. نأكد على استمرار طرح الدقيق لمصانع المكرونة والمخابز الأفرنجية والسياحية بسعر 10,000 جنيه للطن، والهدف منه هو استقرار أسعار السلع الأساسية والمخابز والمنظومة اللي خاصة بالمكرونة اللي احنا بنطرحه ب10,000 جنيه للطن، والقمح بنطرحه من خلال هيئة السلع ب8,700 جنيه. لتكون المحطة الثانية هنا بأحد مخازن الجملة بالمحافظة برسائل حرص وزير التموين على إيصالها للمواطنين بأن المخزون الاستراتيجي من السلع آمن. فأنا بطمن الناس كلها إن إحنا عندنا احتياط استراتيجي من القمح، وأنا بكلمكم دلوقتي أهو 5 شهور و1/10، وعندنا الزيت 5 شهور و3/10،
وعندنا السكر 4 شهور و3 من 10 وكل سنة طيبين. موسم السكر الجديد القصب هيبتدي في يناير والبنجر هيبتدي في فبراير، وبالتالي مغطيين السنة. وعلى الأرض فإن أرفف 1300 مخزن يوجد بها ما يزيد عن 1000 صنفة. من مكان لآخر تحرك وزير التموين لافتتاح وتفقد عدد كبير من المشروعات التموينية بمحافظة الجيزة، افتتاحات تأتي كلها لصالح المواطن. ألف مبروك. الله يبارك لك. مراكز الخدمة أيضا كان لها نصيب من الافتتاحات، فاليوم تم افتتاح مركز خدمة بالمنيرة الشرقية وآخر بالغربية لتلبية احتياجات المواطن على بطاقة الدعم. أي خدمة مش موجودة على النظام لسبب في بعض أوقات اسم متغير، تغيير في رقم قومي وانت مش قادرة تغيريه، فمن فضلكم العملية اللي مش موجودة على النظام تاخدوا الورق بتاعهم، تاخدوا ايه؟ تستلموا الورق والطلبات بتاعتهم وتتبعت لمدير المديرية، مدير المديرية بيبعتها لنا ثم احنا بنبعتها لمركز معلومات الانتاج الحربي ويعملها. جميل ويتحلى مصر. بريحنا بدل ما كنت اروح لحد امبابة، بدل ما اروح لارض اللواء، هنا احسن. خش تقعد براحتك ومكيف وحاجة مية مية. لتكتمل الصورة في أعين المواطن بافتتاح تلك المراكز التي وجد فيها طريقنا للتيسير. 21 مركز اللي تم تطويرهم، وفي الخطة 17 مركز خدمة مواطنين دلوقتي جداد السنة دي إن شاء الله. وبعيدا عن عراب الأزمات، فإن ما يتم على الأرض بحسب خبراء سهل ويسر الكثير على المواطنين، سواء بخدماته أو بالمرور بالكثير من الأزمات التي مر ويمر بها العالم الآن. رمضان الشحات، التلفزيون المصري. نهاية الخامسة، وهذا تذكير بأهم العناوين. شرم الشيخ تنهي استعدادات استقبال ضيوف كوب 27 مع توالي وصول الوفود المشاركة في المؤتمر. وزير التموين يؤكد أن الدولة وضعت منظومة الأرز لمواجهة الاحتكار وضمان توفره بأسعار عادلة. ودائما يمكنكم متابعتنا عبر مسبيرو.eg. شكرا وإلى اللقاء. إلى اللقاء.